السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا قصة هذه عن لسان امرأة هي تروي قصتها. هذه المرأة اسمها ندى. ندى تقول أني عشت بوسط عائلة فقيرة ماديا، وإحنا كنا 5 خوات، هي أكبر وحدة بيهم. تقول أصبح عمري 16 سنة، وتقدم لها واحد لخطبتها من أهلها، وهذا الإنسان غني وتاجر. أهلها فكروا أولا يخلصون من وحدة من بناتهم مصاريفها، واثنين يستفادون من عنده. طبعا هو أيضا يعني وعدهم بأمور مادية وأمور كذا. إضافة إلى هذا أبوها استغل فرصة وقايضة، قال له تنطيني مبلغ هلقيت وأزوجك إياها، فالرجل ذاك وافق. لكن هذا اللي تقدم له خطبتها أكبر من عندها ب45 سنة، هي كان عمرها في حينها 17 سنة، بعدها تعتبر قاصر أقل من 18، بس هذا عمر 45 سنة. وافقت هي لكن على مرض، وافقت وهي مجبورة، أهلها أشبه بجبروها هي طبعا، لأنه أكبر من عندها بالعمر ما رادته. بس صارت القسمة وتزوجت. ندى تقول يعني ظلينا تقريبا 4 أشهر احنا عيشتنا فوق العلالي، حيل حيل سعداء، عيشها بسعادة ما كانت تحلم بيها. طبعا وسكنها بيت ملك، سكنها بيت لوحدها مو يا أهله. هو طبعا سبق وأن متزوج ومطلق. تقول بهاي 4 أشهر أنا شفته يعني أخلاقه زينة، ومن النوع اللي يصرف على بيته وعلى زوجته وهذه. المهم 4 أشهر هم سعداء. بعد 4 أشهر شعرت بنفسها هي حامل، راحت إلى أحد المراكز الصحية وعملت تحليل، وفعلا بشروها قالوا لها أنت حامل. أهلها كيفوا، فرحوا وهي أيضا فرحت. أهلها يردون يثبتون زواجها ويا رجلها بالطفل، هالشكل تفكيرهم. المهم تقول من بعد هذه يعني فترة اللي أنه بشروهم بالحمل، زوجها بدأ يبتعد عنها، يعني يبتعد عنها بالفراش، ما يجي يمها. صغيرة 17 سنة وتحتاج هذا الشيء. زوجها بدأ ينطيها أعذار، مرة يقولها أني كبرت بالعمر وأني كذا وأني أصابني الوهن وصابني الضعف وصابني ضعف الأعصاب من هالأمور هذه، وعنده مرض السكر وما أعرف إيش من هالأمور. المهم فهي متحملة، لكن هو راضيها بقطعة ذهب، راضيها بالملابس اللي تريدها، أي شيء يشتري لها، لكن باقية بنفسها يعني الرجل. يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، جتها بنية ولدت، وفرحوا بيها كلهم بهذه البنت. بعد ولادتها لهاي البنية ما يقارب السنة، زوجها ما واصل يمها نهائيا. ندى تروح للسوق نوبات تحتاج شغلات. يوم من الأيام دخلت إلى محل قريب عليهم، محل سوبر ماركت، تشتري من عنده بعض الحاجيات للبيت لها.
زوجها ملتهي بمحلاته وتجارته، مو دائما هو موجود. فالمهم وقع نظرها على شاب هي كانت تصور هذا عامل يشتغل، واذا هو هذا مو عامل، هذا صاحب السوبر ماركت لكن يشتغل اعتيادي حاله حال بقيه العمال، والمحل محله، سوبر ماركت ماله. هذا الشاب جدا جميل، واول ما وقع نظرها على هذا الشاب هي شلون صارت كانما تشعر نفسها اسيرت حبه من اول نظره. هو ايضا كان يبادلها النظرات، ندى تقول أنا قمت حتى بأيام اللي ما أحتاج شيء أروح، لازم أروح باليوم فد مرة مرتين للأسواق بس مجرد حتى أشوفه هذا الشاب. ويوم بعد يوم اتطورت الأمور أكثر، بدأ يتكلم وياها ويسمعها كلمات الحب، كلمات الغزل، وهذه ما سمعانا هذه الكلمات الغزل والحب، حتى من زوجها ما سمعانت هاي الأمور، فتحس نفسها هي تذوب كلماته. صار بيناتهم علاقة حب، هاي طبعا تطورت الأمور يعني أشهر، صار بيناتهم علاقة حب وصارحها هو، قالها أنا أحبك وأنا كذا وما أدري شنو، قالت أنا متزوجة، قالها ما يخالف بس أنا أحبك. هي أيضا صارحتها أنه أنا معجبة بيك ومن هالأمور هذه. تدريجيا شوية شوية بدأ يسحبها إلى داخل السوبر ماركت، وهو إله سوبر ماركت ويعرف الأماكن مالته، يأخذها بأماكن معينة داخل السوبر ماركت، يعني يمسكها من إيدها، يمسكها من غير مكانات، يقبلها، وهي تحس نفسها يعني فرحانة سعيدة بهذا التصرف. اتطورت الأمور، بعد فترة قال احنا نبقى هالشكل إلى متى، إلى ما أدري شنو، هذه يريد تطور الأمور أكثر، بس شلون؟ هي بودها بس شلون ما تعرف. إلى أن يوم من الأيام زوجها قال لها أنا عندي سفر إلى المحافظة الفلانية، راح أروح أبقى ما بين 3 أيام إلى 4 أيام. قالت لي ماشي روح الله وياك. أخذ جنطة السفر وراح لديك المحافظة، محافظة من شمال العراق. مباشرة ورا ما سافر هي راحت إلى هذا صاحب السوبر ماركت وخبرته، قالت له باو عجتنا فرصة ذهبية. شلون؟ قالت له فلان سافر المحافظات، إذا تريد بالليل تعالي للبيت. علمت الخطة منين يعمر منين يفوت، ما يفوت من الباب الرئيسي لأنه أكو كاميرات وكاميرات جيرانهم، فقالت تفوت من القطعة اللي بجنب البيت مالهم وتعبر عليه من فلان مكان، وأنا راح أكون بانتظارك، وأكو باب خلفي للبيت فوت من عندي، أنا راح أخلي الباب مفتوحة. قالها تمام. توعدوا على وقت معين، وقت تقريبا 12 بالليل حتى بعد ما يعزل الأسواق مالته السوبر ماركت. فعلا بالليل إجاها هي وحدها بالبيت، بس هي وطفلتها. تقول بقى وياي إلى ثاني يوم الصبح، طلع من عندي راح مباشرة إلى سوبر ماركت مالته. توصفها تقول كانت أسعد ليلة عندي، بحيث هم للصبح ما نايمين. وباليوم الثاني قالت لي راحت للأسواق، قالت لي اليوم هم أنا ما يجي تعال، وفعلا إجاها ونفس الليلة السابقة. وأيضا بعدها الصبح تقول كانت أسعد ليلتين أنا شفتها بحياتي، لأن شافت اللي ما شايفته هي. وخبرتها باليوم الثالث، قالت له يا فلان تعال أنا وحدي وهم أنا، فلان ما موجود بالبيت
وفعلا اجاها باليوم الثالث ونفس الليلتين السابقه يبقى وياها للصبح. تقول اسعي 3 ليالي انا شفتهن بحياتي هذني ما كنت اتخيلهن. المهم وراها انقطعت عنه ما تروح للسوبر ماركت ولا هو يجيها بعد. من بعد فتره بدات تشعر بالحمل. اكو شغلات المره تعرفها تشعر بالحمل. طيب ايش راح تقول للرجل هذا الزوج؟ ايش راح تقول له؟ هو اكثر من سنه ما جاي يمها ولا متقرب يمها، منين حامل؟ شلون حامل؟ بدت هنا تفكر هل تستشير احدى صديقاتها؟ بعدين ترددت قالت لا معقوله اني انطي سري الوحده اليوم صديقتي ربما باكر تختلف وياي وتبيع اسراري؟ طيب هل تسر امها؟ ما تقدر. تسر اختها؟ ما تقدر. ايش راح ياخذون فكره عنها وشلون؟ اخر شيء بقت تفكر واذا المراه خلت في شيء بدماغها وظلت تفكر بيه الله الستر ان كيدهن عظيم. اخر شيء اهتدت الى فد حل. قالت اني ليش دايخه؟ مو اني الحل عندي، انا مفتاح الباب بيدي، انا اعرف شلون احل الامور. زوجها هذا الكلام هو يعني يروح ويجي للبيت وعادي. فعملت لفت حفلة بسيطة لزوجها من حلويات إلى مرطبات إلى كرزات، يعني أمور حفلة في مناسبة هي اخترعتها لزوجها، وعصائر وما أعرف ويش. بنفس الوقت راحت إحدى الصيدليات وبكل وقاحة قالت لأبو الصيدلية أريد تنطيني حبوب منشطة ذكورية، حبوب الفياغرا أقوى شيء تعطيني. أبو الصيدلية ما له علاقة يبيع لها، وفعلا أخذت من عنده باكيت علبة كاملة. هو طبعا أبو الصيدلية قال لها تعرفين هذه المفروض يعني استخدام حبة وحدة لأنها هذه قوية وكذا. قالت لي ماشي. جابتها للبيت وطحنتها طحين جدا ناعم وبدت تخليه بالعصير. طبعا مو حباية واحدة، طحنت 3 حبايات. إذا مات فهي المستفيدة، وإذا ما مات وحصلت على مرادها أيضا هي المستفيدة. هالشكل كان تفكيرها. طحنت هذه الحبوب سوتها على شكل بودرة وخبطتها خلطتها مع العصائر بحيث ما يبين طعمها. صار الليل زوجها اجى من شغله بعد ما دخل الحمام وسبح. بذاك اليوم هي قلبت نفسها 180 درجة. ملابسها تغيرت، لابسة سيت النوم والملابس الشفافة وكذا من هاي الأمور، وتمشي قدام زوجها بحركات يعني مختلفة عن قبيل. تجي تقعد تجلس بصفه قريب عليه وتحضنه وتقبله وما أعرف ويش. قدمت هذه الأمور اللي هي محضرتها العصائر والكيك والحلويات وبدت تسقي. بس هي تعرف شلون حاطه دور كثير، وحده ما بيها تشرب هي من هذه، انا ما احب العصير الفلاني. المهم تنطي العصير اللي بيه حاطه الفياغرا. تحركت عنده الدوره الدمويه وياها قبلات ولمسات وكذا هذه، الى ان الرجل حلاله نام وياها وتمت العمليه بنجاح. هو هذا المراد. صحى ثاني يوم دخل الحمام سبح وكذا، قالها أنا تدرين شلون يعني أنا هذه الليله الفاتت أنا جدا سعيد ومرتاح. قالت له أنا ما راح اخليك
يعني بين فترة وفترة نسوي هاي الحفلة وكذا. وراها بشهر تقريبا بشرتها قالت لي أنا حامل، حتى الحمل من ذاك أبو سوبر ماركت راح يصير من عنده باعتبار، فغطت عليها وفعلا صار الحمل وظل إلى أن ولدت. وظلت هي على هالمنوال هذا بين فترة وفترة تعمل هذه الاحتفالية المزعومة وتسوي نفس الطريقة وتأخذ هذا الحب المنشط وتطحنه وما أعرف إيش حتى ترضي غرائزها. ولدت الطفل الثاني، بعدها ندى تقول أنا قمت أشعر بالندم أنه أنا اللي سويته غلط، وهذا كل ما أبوع عليه الطفل أنا أتذكر أبوه أبو السوبر ماركت، ما أقدر أنا أبوح بهذا الكلام، أنا أريد أتوب توبة نصوحة لله. مرة واحدة صارت عندي هاي الحالة، ما أعرف غلبها الشيطان، الغريزة غلبتها، الغريزة الحيوانية شنو ما أعرف، ما فكرت بنتائج نهائيا. فالمهم تقول كل ما أباوع على هالطفل هذا أتذكر أبوه، وأتذكر ذيك الليالي الثلاثة اللي قضيناها، وأتذكر ببالي أنه هذا الطفل حقيقته هو يعتبر ابن زنا، لكن ما دير تحكي وراها لأنه هي مع نفسها أعلنت توبتها، بدأت تقنع زوجها أنه يروحون للعمرة عسى أن الله سبحانه وتعالى يغفر لها. وفعلا ندى قنع زوجها، أيضا كان ما يصلي، قنعته بالصلاة وقامت تصلي هي وياه، وراحوا إلى العمرة اعتمروا، وهي بمكة تذرف الدموع تبكي وتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويسامحها. ندى كانت ما تعرف يعني هل هي ضحية أب باعها، ضحية أب في سبيل استفادته المادية أنطاها إلى إنسان أكبر من عندها بالعمر لو شنو. على كل بعدين رضت بقسمتها وظلت عايشة مع زوجها وأطفالها ذوي الاثنين. وهاي نهاية القصة. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.